هذا الفيديو برعاية yotiblink.com مساندكم المجاني لقناة يوتيوب ناجحة. أنت جيد ولديك ما يكفي وتفعل ما يجب أن تفعله، لذلك خذ نفسا عميقا واسترخي وعش تماما في اللحظة الحالية. يشعر أغلب السكان العالم حاليا بالإرهاق النفسي والتوتر، وهذا هو رد الفعل الطبيعي بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن. وهذا ما يجب أن تكون متأكدا منه، وذلك يعني ضرورة اعتنائك بصحتك النفسية والعقلية حتى لا تفقد السيطرة على حياتك. تابعنا لنهاية الحلقة لتتعرف أكثر على بعض النصائح التي تساعدك على تجاوز الأوقات العصيبة ولتعتني بنفسك بشكل أفضل. لكن قبل ذلك، المرجو للاشتراك في قناة غموض وحقائق وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. التخلي بالأمل. لن يمكنك المضي قدما في حياتك والوقوف على قدميك واستكمال طريق بدون تخلي بالأمل. وعدم التخلي بالأمل سوف يزرع التشاؤم والسلبية في تفكيرك وعقلك. لهذا اترك المجال للأمل حتى يصل لأفكارك ويساعدك على إيجاد حلول مناسبة للتخلص من أزماتك ومشاكلك وظروفك الصعبة. فتلك هي أهم خطوة لتجاوز الأوقات العصيبة. الاهتمام بالنفس. يهمل الكثير من الأشخاص فور مرورهم بأوقات عصيبة في حياتهم أنفسهم ومظهرهم، وهذا السلوك خاطئ. بل لا يوجد وقت أفضل للاهتمام بالنفس أكثر من تلك الظروف الصعبة، فذلك سينسيك المشاكل ويشغلك عن التفكير بسلبية. تقبل الأخطاء. قد يقع الشخص في مشكلة ما أو يمر بأزمة بسبب خطأ ارتكبه، فيبدأ في إلقاء اللوم على نفسه وعقابها وتحميل نفسه عبئا كبيرا. الحقيقة أن كل هذه الأمور لن تساعد الشخص على حل المشكلة ولا تجاوز الأزمة ولا المضي قدما في الحياة وتحقيق الأهداف. بل يجب على الشخص تقبل نفسه كما هي وتقبل مسألة أنه بشر يخطئ ويصيب، وعليه أن يعرف أن الحياة عبارة عن عقبات، علينا أن نأخذ منها العبرة فقط. صحيح أنه لا مانع من عتاب النفس قليلا من أجل تفادي نفس الخطأ مرة أخرى، لكن لا يجب إعطاء الموضوع أكثر من قدره لدرجة أن يؤثر على الاستمرار في الحياة بشكل طبيعي. التخلص من الصداقات السامة. عندما تمر بأوقات عصيبة أو أزمة أو مشكلة معينة، اعلم بأنه أنت فقط من يمكنه حل تلك المشكلة، لأنك الوحيد المعني بها. ولا تسمح لأي شخص، خاصة إذا كان غير موثوق به، بأن يتدخل في حياتك ويزرع بداخلك الأفكار السلبية. تخلص من الصداقات السامة في حياتك وكون علاقات وصداقات جيدة وصحية لنفسيتك. البحث عن هوايات. شغل وقت فراغك أثاء مرور بوقت عصيب بالبحث عن هوايات جديدة تقوم بممارستها، أو مارس الرياضة، أو اهتم بالعبادات، فهي كفيلة بأن تخلصك من المشاعر السلبية والقلق والتوتر، وتعزز شعورك بالطاقة الإيجابية وتزيد من ثقتك بنفسك. عبر عما يقلقك. إذا كنت تعاني من القلق بشكل مفرط بسبب موقف معين حدث ولا تستطيع أن تسيطر على مشاعرك أو على ردة فعلك تجاه هذا الأمر، وشعرت بأن الأمر على وشك الخروج عن السيطرة، حاول أن تعبر عما يقلقك لشريك حياتك أو إلى صديقك المقرب أو إلى الطبيب النفسي إذا لزم الأمر، ولا تترك الأمر هكذا حتى لا تتفاقم المشكلة ويصبح العلاج صعبا. حاول حتى أن تتحدث مع نفسك وتطمئنها، وتحاول أن تقنع نفسك بأن الأمور تحت السيطرة وبأن كل شيء على ما يرام. وهذا ما يعرف في علم النفس بالأمان الذاتي الذي يستخدمه الشخص حينما يقع في موقف عصيب ويكاد يفقد السيطرة على الأمور من حوله، فيحاول أن يقنع نفسه بأن الأمور تسير كما هو مخطط لها. وبمجرد أن تنقل أفكارك المتشابكة والأمور التي تعكر صفو حياتك إلى عقل شخص آخر يستطيع القيام بمساعدتك، هذا كفيل بإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي. فقط حاول أن تعبر عما يقلقك وأن لا تتكتم على مشاعرك السلبية أو ما يقلقك، لأن الضرر الناتج عن كتمان مشاعر القلق والحزن يكون سببا في الأمراض الجسدية المزمنة مثل الصداع المزمن والسكر وغيرها.
لذلك حاول أن تعبر عما يقلقك للشخص المناسب. استجب بحكمة للظروف. ما الذي يمكننا فعله عندما يكون الإزعاج من شخص مقرب؟ وما الذي يمكننا فعله عندما تؤدي سلبية بعض الأشخاص إلى إصابتنا بالإحباط؟ كل هذا وأكثر أسئلة طرحها أشخاص تم إجراء تجربة علمية عليهم من خلال تفضيضهم ببعض الكلمات السلبية ليشاهدوا كيف سيتفاعلون معها، وكان هذا هو سؤالهم بعد نتيجة التجربة. ماذا نفعل عند الإحباط؟ على افتراض أننا لا نواجه أي خطر حقيقي ومن ثم لا نحتاج إلى حماية أنفسنا بدنياً، فإن أفضل ما يمكننا فعله في تلك الحالة هو تغيير حالتنا الذهنية. فبدلا من محاولة تغيير الأشخاص الذين يضايقوننا أو يسببون لنا الإحباط، نقوم نحن بتغيير استجابتنا لهذه المضايقات. قد يكون هذا الاقتراح محبطا لبعض الأشخاص، فربما يبدو من غير العادل أن نغير أنفسنا ونترك الشخص الذي يسيء التصرف يفعل ما يشاء. فالغاية الأساسية من هذا هي فهم أننا من خلال إجراء بعض التعديلات على عقليتنا سنكون قادرين على إيجاد السلام مهما ضايقتنا البيئة المحيطة. أما إذا حاولنا تغيير الآخرين فإننا ندفع أنفسنا نحو الإرهاق النفسي. في الواقع إذا تأملت في هذه النصيحة ستجد أنها غاية في الحكمة، فأنت غير قادر على التحكم بالظروف الخارجية، لكنك قادر على التحكم بعقليتك، وعندما تكون قادرا لن تحتاج إلى التحكم بالآخرين. لذلك حينما تتبادر إلى ذهنك فكرة أو ينتابك شعور سلبي، فكر بإيجابية حتى تمنع الأفكار السلبية من السيطرة عليك. فمثلا عندما يقدم أحدهم ملاحظة وقحة وتعتقد للوهلة الأولى أنها تخصك، تمهل قليلا وقل لنفسك: هذه الملاحظة لا تعنيني، إنها مجرد ملاحظة عامة تنطبق على جميع الناس. وتذكر أن جميع الأشخاص لديهم مشاكلهم النفسية التي يعانون منها، وهذا يجعلهم أحيانا هجوميين ومتسرعين. هذا يعني أنهم ليسوا سيئين بقدر ما هم جاهلون، وبكل الأحوال يمكنك أن تعود نفسك على عدم تفسير سلوكيات الآخرين على أنها هجوم على شخصك. إنها مجرد حوادث عرضية لا تعكس أكثر من ذلك، ويجب أن تستجيب لها بتغيير عقليتك أو عدم استجابتك لها إطلاقا، وفي الحالتين ستكون أنت الرابح دائما. وفي ختام حلقتنا ننصح باتباع هذه النصائح السبع وتطبيقها، وستبدأ يوما مفعما بالسلام، وستصبح عقلانيا أكثر ومحبا أكثر، وستتمكن من التركيز على ما يهمك فعلا، وستتجاهل ما لا يجب أن تبدد عليه طاقتك ومواردك. واكتبوا لنا في التعليقات كيف تتعاملون مع الأزمات النفسية والأوقات العصيبة التي تمرون بها، وأخبرونا بمواضيع شيقة تريدون أن نتحدث عنها في الحلقات المقبلة. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس.